ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المختص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحشي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. اللواء يحيى صفوي مستشار العسكري للمرشد الإيراني، والذي تحدث بتصريحات أخيرة، قال إن سوريا ملزمة بتصدير الفوسفات إلى إيران لتسديد فاتورة إنقاذ النظام السوري. كيف تنظر إلى هذه التصريحات؟ في البداية أحيي حضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك. التصريحات الإيرانية حول أنها عززت تواجدها في العراق وسوريا وما تسميه بمحور المقاومة المزعومة طبعا، هي تظهر قلق النظام الإيراني من الترتيبات الجديدة التي بدأت توضع في تلك المنطقة، وأيضا تصاعد وتيرة أو تصاعد وتزايد التوتر في تلك المنطقة خاصة في سوريا. واليوم تم الإعلان عن إرسال أكثر من 15 طائرة جديدة روسية متطورة من جيل الخامس إلى قاعدة حميميم، وإذا لاحظنا قبل أقل من شهر قتل أكثر من 200 وجرح من قوات الروسية بقصف أمريكي. فكل هذه التصعيد كل هذا التصعيد يظهر مدى قلق إيران على تواجدها في المنطقة. إلى أي مدى؟ نعم أستاذ محمد، يعني هذه التصريحات قابلها انتقاد من موقع دولت بهار المقرب من تيار المحافظين. هل برأيك هي محاولة لحفظ ماء الوجه في ظل الانتقادات الموجهة له من المعارضة والمصاحبة للتظاهرات الشعبية؟ يعني النظام الإيراني يريد أن يقول مقابل الإخفاقات الداخلية وسوء إدارة البلد وسوء أداء السلطات التنفيذية والقضائية وباقي المؤسسات للدولة هناك، إيران استطاعت أن تنجز إنجازات كبيرة وهائلة في السياسة الخارجية، وسعت حوزات نفوذها إلى شرق بحر الأبيض المتوسط والملف النووي وغيرها من هذه الدعاية التي نشهدها. لكنه إذا لاحظنا إلى ما يحصل على الأرض نرى عكس ذلك. يعني أنا أشير لبعض المتغيرات، ومنها محاولات الولايات المتحدة أو بالأحرى تخطيطها لإنشاء عدة قواعد على الحدود الإيرانية العراقية، فضلا عن أكثر من 15 قاعدة أنشأتها الولايات المتحدة على الحدود العراقية السورية. فضبط هذه المنطقة بالشكل الذي لا يسمح لإيران أن تتحرك بما كانت عليه تفعل سابقا يفسر لنا مدى انزعاج إيران ما يحصل في الإقليم حاليا خاصة في العراق وسوريا. طيب، هذا على الصعيد الخارجي. ماذا عن الداخل؟ يعني هناك حملات اعتقال تتواصل ينفذها البسيج ضد المتظاهرين في طهران، إلى أي مدى ذلك سيثبت ركائز النظام ويؤدي إلى فرض سيطرته؟ يعني القبضة الحديدية التي يمارسها النظام الإيراني هي ليست يعني وليدة اللحظة، ومنذ مجيء هذا النظام الإجرامي في إيران يمارس القمع والتأديب الوحشي والقتل، وهذا ليس بجديد. لكنه الجديد الذي الآن نراه، وليس الآن يعني منذ عام أقل شيء نراه في الساحة الإيرانية، ما وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني بالمأزق السياسي الذي يمر به البلاد. وإذا لاحظنا تصريحات النظام الإيراني ودعايته نرى أنه النظام الإيراني منتصر داخليا وخارجيا كما يدعي، لكن الرئيس الإيراني يتحدث عن أي مأزق؟ ما هو المأزق الذي يمر به النظام الإيراني؟ إذن هو مأزق يمر به النظام الإيراني. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد المدحشي المتخصص بالشأن الإيراني.